السلام عليكم اخواني اخواتي، كديري لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم خير. في هذا الفيديو هو جزء الثالث لاقوى بطاقه اقتصاد في المانيا، بطاقه الباي باك. درت لكم جوج فيديوهات، الفيديو الاول كنت عرفت بالبطاقه، قلت لكم كذلك المحلات اللي تديرهم ووريتكم كيفاش تشتركوا. في الفيديو الثاني قلت لكم كيفاش تسرعوا من عمليه جمع النقاط، كاينين دي تيبس وتريكس اللي جمعت بهم ولا تنجمع بهم شخصيا بزاف النقاط في وقت وجيز. اليوم ان شاء الله الجزء الثالث غادي نتكلم فيه على كيفاش نحول هاد النقاط، صافي راني جمعت النقاط، نحولهم الى نقود او اشياء اخرى. هادشي اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو. غنمثل لكم باول طريقه واسهل طريقه من محل بيني مثلا. خصكم مشي تقديت عادي جدا الحليب الزبده اليوغورت، وقلت ارى عندي البطاقه دائما في البسطام ديالي، ارى نخلص بها. كيفاش نخلصوا بها؟ ماشي تمشيو للكاسي وتقولوا لهم بغيت نخلص، لا، كاينه عمليه ضروري تقوموا بها اللي هي كالتالي. غادي تمشيو لهاد الاله اللي كما تشوفوا دايره بحال شي طابلات، غادي تقيسوا هاد الاله بالاصبع ديالكم باش تخرج لكم الصفحه المواليه. كما تشوفوا هنا نمشيو للباي باك، فتنكليكي على الباي باك وتتخرج لي هاد الصفحه هذه اللي كتقول سكانيو البطاقه. هنا كيفاش غادا نسكاني البطاقه؟ نهبط لتحت، هنا كاينه هاد البلاصه هادي تما فين تنسكانيوها، غادا تقلبوها كما انا درت ديروا تانتوما. فكما تتشوفوا على هذا الشكل تطلع لكم صفحه مواليه اوتوماتيك تلقائيا، ما تديروا هنا حتى حاجه. هنا غادا نكليكي على بونكتي اين لوزن، يعني خاصنا نحول النقط الى جوت هابن تتسمى، او المهم كما تتشوفون عندي 15 اورو في البطاقه، قالوا لي واش بغيتي جوج خمسه او 10 اورو، يعني اولا بغيتي اندغا بيتخاك نقدر ندير انا البيتخاك اللي بغيت. فالمهم انا خديت غير 5 اورو باش نوريكم الباسورد، ضروري جدا تعقلوا عليه. فدرت الباسورد ديالي اين لوزن وخرجت لي هنايا باللي خاصني نطبع هذاك البطاقه غير باش نتاكد انه صافي راه دازت العمليه في سلام. وهنا خرج لي هذا البون، هذا البون ما عنده باش ينفعكم، تقدروا تلوحوه سير بلاص، ولكن المهم تاكتيفات هذيك 5 اورو عندي في البطاقه. وبالتالي ملي نمشي لاكاس كما تشوفوا هنايا حطيت السلعه ديالي. وفي الكاسي كاينه واحد الاله تتسكانيو فيها البطاقه ديالكم، وهداك الشيء اللي درت سكانيت البطاقه ديالي في هذيك الاله وتنقصات مباشره. غادي نقول لكم ماشي 5 اورو حيت رجعت عاوتاني درت 5، المهم 10 اورو غير باش نوريكم. المهم 10 اورو بحال تقولوا استفدت من البطاقه، هذيك 15 اورو اللي كانت عندي خديت غير 10 اورو. فكما تتشوفوا صافي هذه هي الطريقه، سهله جدا، تنقصات اوتوماتيك تلقائيا في الكاسي ديال بيني، وبالتالي اقتصدت 10 اورو. غادي ندوزو دابا لمحل الدي ام، وهنايا خصكم كاينه طريقه سهله جدا في الكاسي. غادي تقولوا للسيده تما راه باغا نخلص بالبطاقه، هي غادي تقول لكم اوكي حطيت السلعه ديالي سكانيت البطاقه، ضروري تسكانيو البطاقه، ثالثا خرجت ليا هاد الصوره. هنا تتقول لي ديري تاريخ الازدياد ديالك، تديروا مثلا 26 مثلا خدكم 02 1900 ترارا. كاين البوست لايتسال اللي هو الرقم البريدي، او البين الا عندكم البين كان بها، ما عندكمش البين تديروا البوست لايتسال. فغادا ديروا اوكي، من بعد تخرج لكم هاد الصفحه. انا شخصيا عندي 1267 يعني 12 اورو فاصلة 67، فدرت ليها يا هذيك الخضره خاصكم ديروا يا. فمن بعد صافي قالت لي راه باقى لك 12 لا 16 اورو فاصلة 80، يعني خلصت 12 وباقى لي 16 حيت خصكم شريت بزاف. فالمهم هنايا خلصت بالبطاقه البنكيه، ولكن في جميع الاحوال راني استفدت من هذيك 12 اورو فاصله 65. تنصحكم الا مشيتوا للدي ام سيروا لواحد الوقيته تكون الدنيا خاويه باش ما تستريساوش، حيت الا كان موراكم عباد الله غادي تبداو تزربوا شنو فين هو البوست لايت. المهم سيروا في الوقيته المناسبه. غادي ندوزو دابا الطريقه رقم 3 اللي سهله جدا، مثلا محل جيوسك او محل ديبو. كما تتعرفوا هاد المحلات تتعامل مع الباي باك، فهنا غادي في الكاسي الا شريتو شي حاجه تتحطوا البطاقه ديال الباي باك ديالكم، وهنايا تتقول لكم تيكون واحد الحوار، تتقول لكم تاريخ الازدياد ديالكم، خاصكم تكونوا عارفينه باللغه الالمانيه، كذلك الرقم البريدي، وصافي تما تتقول لكم راه عندك قد القد ديال النقاط، واش بغيتي كلهم تخسريهم زعما تحوليهم الى هذيك الشيء اللي شريتي، تتقولي لا يا صافي وتتكمل العمليه. هذه رقم واحد. الرقم جوج، مؤخرا حاولت انني نخلص بالنقاط ديالي فتفاجات انها قالت لي في هذه الاله اللي تتشوفوا اللي تنخلص بها في البطاقه البنكيه
هي قالت لي كتبي الكيبورس داتوم ديالك، يعني غادي نبدا ندير 26 02 طاطا طاطا يعني، وعاوتاني كتبي البوست لايت سال ديالك، يعني بديت نكتبهم. في هذيك صراحة كانت المسألة هي سهلة وما سهلاش. فالمهم فقط غير باش تعرفوا انهم كاينين طريقتين تقدروا ديروا هذه او هذه في هاد المحلات اللي شاركت معاكم. غادي ندوز دابا لطريقه رقم 4 وحتى هي سهله جدا. هذه غادي تدخلوا الكونطو ديالكم اللي عندكم ديال باي باك، وهنا غادي تمشيو لبونكتي اين لوزن كما تتشوفوا. هنا غادي تلقاو واحد الشوب داير بحال الاونلاين، تيقولوا لك شري بطاقه ديال مثلا ايكيا تدير 50 اورو الجود شاين زعما باش ديها معاك مثلا ايكيا وتشري بيها. فمثلا كما تشوفوا اواني، كاينين الات كهربائيه، المهم على حسب العدد النقط اللي عندكم. انا اختكم عندي دابا حاليا 600، فداك الشيء علاش غادي نجرب معكم مثلا ها اوند ام هي اللي ارخص حاجه بانت ليا تما. كنمشي لفاغن كورب للباني ديالي، فكما تتشوفوا هذه راه جود شاين ديال 25 اورو ديال ها اوند ام. فهنايا 2499 بونكت كدير، اختكم عندي غير 600. فشنو داروا ليا هما؟ قالوا ليا نقصوا ليا 527، قالوا ليا تخلصي ليها يعني نشري بالفلوس ديالي 19 اورو فاصلة 72. بطبيعة الحال هي راه 25 اورو تدير، وانا غادي نشريها ب 20. في جميع الاحوال راني ربحت 5 اورو حيت عندي هذوك النقط. هذه هي طريقة، يا اما الى عندكم هاد العدد النقط كامل تشريو به نتوما البطاقة ديال 25 اورو، او مثلا واحد الجزء من البطاقة ديالك النقط ديالك تخسريهم وباش تشري انتيا هاد البطاقة ديال 25 اورو. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هي في جميع الاحوال انا اللي رابحة حيت النقط ديالي حولتهم الى كما تتشوفوا نقود، وبالنقود راه بطبيعة الحال شريت هاد واحد الجزء من البطاقة. غادي ندوز دابا طريقة رقم 5 اللي هي سهلة جدا، تتسولوني عليها تحويل النقط إلى نقود ملموسة بغيتوها في الكونتو ديالكم ديال البنكة. غادي نقول لكم ضروري جدا دخلوا الموقع ديال باي باك، وخاصكم تكونوا حليتوا الكونتو ديالكم. سيروا الهيلفي، هنا غادي نمشي لبونكسي اين لوزن، غادي نمشي مباشره لفو اند في، غادي نكليكيو هنايا. هنا غادي يخرجوا لكم جميع الطرق، هادشي اللي تنقول لكم كيفاش تحولوا النقط الى سواء نقود سواء سواء. فالمهم كما تتشوفوا هنايا غادي نهبط لتحت، كاين راه حتى بونكسي شبين دلا بغيتو تتبرعوا بهم الى شي جمعيه من الجمعيات. المهم انا دابا غادي نوريكم كيفاش تحولهم الى نقود. غادي نمشي لهاد الخانه هذه اللي فيها بونكسي ان باغيلد اوست سالن، وغادي نمشي لهذه اللي في الازرق نكليكي فيها. غير تنكليكي فيها هنا فاش كتخرج لكم الصفحه ديال تحويل النقط الى نقود. فكما تتشوفوا عندي 770، فدرت 600 نقطه، انا باغا 6 اورو من الكونطو هذاك البطاقه ديالي نحولو للبنكه ديالي. فغادي ندير هنا 600 نقطه ونكليكي سويفون، ف يعني فايتا باللغه الالمانيه. فالمهم ملي تنكليكي فايتا تيخرج ليا الايبان. الايبان هو هذاك الدي اي يعني دويتشلاند اللي كان عندكم في البطاقه البنكيه ديالكم، الرقم كامل خاصكم تكتبوه دي اي وسير على الله. فمن بعد كتمشيو كنديرو فايتا. ملي كنكليكي فايتا شنو تيخرج ليا؟ كتخرج لي هاد الصفحه بطبيعه الحال بحيت الاسم ديالي الكنيه ديالي والايبان، ودرت بشتيتيغن، خاصني بشتيتيغي هذاك الرقم اللي بغيتي تحول ليا الكونطو ديالي. من بعد خرجت صفحه اخرى قالوا لي في 7 ايام غادي يوصلوك الفلوس، يعني الا قلبتوا الكونطو ديالكم تلقاو هذيك 6 اورو حطوها ليكم في الكونطو. المهم تادي طريقه من الطرق، شخصيا ما تنفضلهاش، غادي نقول لكم علاش وكيفاش هاد الهضره كامله في اخر الفيديو. غادي ندوز لطريقه رقم 6 اللي فيها ربط التطبيق من التطبيقات ببطاقه الباي باك. واشهر التطبيقات اللي نهضر عليهم هو مثلا دي ام مايند دي ام، تتاكتيفيو فيه لي كوبونز اكيد، وكاينه فيه حتى واحد اللعيبه اللي الاسم ديالها الباي باك فيغ كنوبفن، يعني ربط البطاقه مع التطبيق. فتصوروا معايا تدخلوا الكود وتتوليو تستافدوا من لي كوبونز في نفس الوقت تجمعوا النقط. فحتى هذه طريقه من الطرق. هنايا مثلا لا دخلتوا المايند دي ام كتلقاو هذيك الباي باك وتتبقاو غادي سويفون. صراحه الطريقه سهله جدا باش تنتوما تولي عندكم اثنان في واحد كما الا بغينا نقولوا. هذه الدي ام فايسه هضره عليه، وتا هو الا بغيتوا ديروا فيه هذيك البونكتي اين لوزن غير بالتليفون ديالكم راه نفس الطريقه اللي وريتكم في اول الفيديو، يطلبوا لك البوست لايت سال وهذيك الهضره كامله، ولكن تتسكانيو هاد المره التليفون بالتطبيق. اوكي غادي ندوزو دابا للغيفي. الغيفي تا هو عنده تطبيق، واللي تعجبني فيه هو قضيه ديال 10%
غادي نقول غالبا ماشي دائما تيديروا لي 10%، تيقولوا لي الا حولتي النقط ديالك الى جوت هابن فغادي نرجعوا لك 10% من داكشي اللي خسرتي. ففعلا عندي اصلا تنانستالي في هذيك الوقيته اللي تنكون محتاجه لديك 10%. فكما تشوفوا عندي 800 نقطه هنا باش نوريكم كيفاش مشيت للباي باك بونكتي اين لوزن. حتى هنا راه ربطت البطاقه مع التطبيق، يعني ضروري هذه العمليه تقوموا بهم قبل ما ديروا لهاد بونكتي اين لوزن. عندي 800 نقطه كما تشوفوا، كاين عندي 3 اورو 4 تيقولوا لي اختاري، فاختاريت 7 اورو باغا ناخذكم نحول النقط ديالي الى 7 اورو. فعلا كنمشيو هنا تنكليكيو اكتيفيغن، كتوصلني ايميل تيقولوا لي صافي راه الكوتشاين ديالك راه تفعلات. هنا غادي نمشي للمحل ديال غيفي، عندي هنا طريقه ثانيه، اما غادي نوريهم التليفون ديالي باش نحصل على ديك 7 اورو، او غادي نوريهم البطاقه. ونفس العمليه اللي وريتكم في مثلا في المحل ديال بيني، تتشريو السلعه ديالكم تحطوها هنا كما حطيتها انا، وبطبيعه الحال هنايا شديت البطاقه ديالي وسكانيتها. علاش ما سكانيش التليفون؟ لان التليفون كنت كنصور به، ما كنت خصكم نسكاني حتى الكود ديالي اللي عندي في التطبيق ديال غيفي. فتنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. شوفوا شتو 10% مكتوبه في الكاسي، يعني رجعوا لي خصكم، خسرت 7 اورو رجعت لي 70 سنت مباشرة في البطاقة، يعني استفدت من النقاط ديالو. هنا كما تتشوفوها هي في الفاتورة خلص غير 23 سنت و 7 اورو ديال الجوت هابن اللي استفدت منه. فهذه طريقة جد جد رائعة وسهلة جدا. غادي ندوزو لاخر طريقه اللي غادي نشارك معكم، اكيد كاينين طرق اخرى ولكن بارك عليا هذه راه خصكم شبعتكم طرق. فالمهم التطبيق ديال باي باك براسو انستاليتو على وديتكم باش نشوف كيفاش وداكشي. المهم تا هو فيه اكتيفي لي كوبونز، فيه كذلك الا بغيتو تشريو من الشوب كلشي كلشي موجود الخير. واللي اثر انتباهي هو هاد الباي اللي تيبغيو لك حتى هي الكونطو ديالك، يعني سيرا فيها تحويل النقط الى نقود. ولاحظت انه فيما بغيت ندير شي عمليه يوصلني واحد الكود خاصني ناكتيفي ونرجع. المهم انا لا افضل هذه الطريقه لعده اسباب، منها انه غادي يعمر لي التليفون التطبيق شخصيا خصكم يوتيوبرز خاصني غادا نصور، يعني هذه المساله ما تنفعنيش. تنعرف بزاف البنات قالوا لي حنايا خدامين بالتطبيق، بالنسبه للبنات بحال نتوما يعني ما تتصوريش ما تديري حتى حاجه مزيانه، ولكن تنوصلوا عاوتاني النقطه ديال لو كونط ديالي اللي خاصني نعطيه ليهم الايبان وداك الشيء كامل. انا كما قلت لكم في التحويل ديال النقط الى نقود عندي تحفظ، وهذا التحفظ جاي من مثلا ما خاصنيش نعطي الكونطو ديالي من ماكل التطبيق ولا مسابقه ولا ما نعرف اشنو. واخا هو هذا الباي باك صراحه لحد الان ما كاينش فيه حتى شي مشكل، ولكن رغم ذلك كاين العديد من الايميلات يوصلوا بالاسم ديال الباي باك، فتقدروا شي نهار تكليكيو على شي مصيبه وسحب لكم الباي باك. فردوا بالكم قبل ما تكليكيو، دائما قراو هاد الايميل ديال منو، علاش صيفطوه ليا ولا شنو باغين مني. يعني ماشي غير اجي وحط لو كونط ديالك فاش ما كان، من غير بطبيعه الحال كنتو نتوما ديروا شي تحويل بنكي من هذا وانتوما يعني باراده ديالكم، اما الحاجه اللي تتفرض عليك دائما خاصك ترد بالك منها. فهذه النقطه ما تتعجبنيش انا في التطبيقات لا في المسابقات، لا التليفون ديالي نعطيه لا كذلك الكونطو ديالي نعطيه، لعده اسباب منها انه كاينين بزاف لي فيك ديال الايميلز تيكونوا غشاشين، تيدخل لك بالاسم وانت تتكليكي بحال راه كيما بوست بانك ملي داروه مؤخرا، وستيوصلك ايميل تتكليكي كليكي سويفون سويفون تتلقاي الكونطو ديالك ناقص. راه حتى واحد السيده صيفطات عليا في الانستغرام الزوج ديالها ما نعرفش شحال نقصوا ليه من الفلوس ديال في البنكه ديالو. فالمهم ردوا بالكم شخصيا، نوريتكم كاع الطرق، وريتكم شنو تنفضل شنو ما تنفضلش، واكيد الاختيار تيبقى ليكم نتوما. قبل ما نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله اكيد غادي يكون جزء رابع، في هذا الجزء غادي نجاوب على الاسئله ديالكم المهمه المتكرره بحال الدول المجاوره واش يقدروا يستافدوا من البطاقه في حاله ضياع البطاقه شنو ديروا، كذلك سؤال اخر دائما تتقولوا لي على شحال ديال الوقت يوفاو النقط. المهم عده اسئله غادي نجاوب عليهم ان شاء الله في الجزء الرابع، بالاضافه الى ذلك غادي يكون كيفاش ديروا باش تيلونغ يعني تكومونديو هاد البطاقه الصغيره جدا اللي تعوض البطاقه الكبيره اللي تديروها في البورت كلي حتى هي تساوي 0 اورو، وكاينه غير في الموقع نوريكم كيفاش. المهم دابا عاد نقول لكم وصلت نهايه الفيديو ديالي اللي تنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.